السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الأولى ثانوي إعدادي، أهلا بكم في تكملة للدرس العاشر من دروس التاريخ، وبالضبط في مقرر في رحاب الاجتماعيات الحضارة الإسلامية الإنتاج الفكري. تعرفنا في النشاط الأول على بعض المراكز الثقافية الإسلامية وأهم مراكز الإشعاع الفكري في الحضارة الإسلامية، وعرفنا أيضا علاقة التجارة والمراكز الثقافية في الحضارة الإسلامية، وتطرقنا في الخط الزمني التاريخي لأهم الأحداث الفكرية الإسلامية ابتداء من نزول الوحي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم جمع القرآن وكتابة المصحف في عهد الخلفاء الراشدين، وأيضا بدء الترجمة من اليونانية ونقل الدواوين إلى اللغة العربية في عهد العصر الأموي. ثم أيضا في العصر العباسي عرفنا اتخاذ بغداد مركز ثقافي عالمي، وأيضا بيت الحكمة أيضا في بغداد اتخاذ مكتبة بيت الحكمة وإنشاء المدارس وتشجيع العلماء وازدهار الترجمة. والآن في هذا النشاط سنكتشف بعض عوامل الحركة العلمية والفكرية في الحضارة الإسلامية وأتعرف بعض فروعها. إذن أكتشف بعض العوامل الحركة العلمية في الحضارة الإسلامية. إذن الوثيقة واحد هي عبارة عن آية قرآنية، يقول الله سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قادر. وباء حديثان نبويان، الحديث الأول: باب في العلم يتعلمه الرجل خير له من الدنيا وما فيها. وأيضا: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. إذن من خلال هاتين الحديثان والآية القرآنية يتضح قيمة العلم ومنزلة العلماء عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا حثه سبحانه وتعالى على طلب العلم. إذن هناك نص تاريخي يقول: عني العرب بالنواحي الأدبية والفكرية، وكنتيجة للفتوحات اندمجت الشعوب المغلوبة بالتدريج في المجتمع الإسلامي، وأدخلت معها تجارب وتقاليد حضارتها الخاصة، فأوجدت خصبا في الفكر العربي، وساعدت اللغة العربية على مزج مختلف الحضارات التي اتصل بها العرب لتكوين حضارة زاهرة من تاريخ العرب. إذن أقرأ الوثائق ثم أستخلص من الآية الكريمة والحديثين النبويين الشريفين قيمة العلم ومنزلة العلماء في الإسلام. إذن قيمة العلم ومنزلة العلماء في الإسلام تتجلى كون العلم هو أساس المجتمع وأساس بناء ثقافة المجتمعات، ولذلك شجع الإسلام على طلب العلم ورفع الله قيمة العلماء في الدنيا والآخرة وعظم من شأنهما. استخرج من الوثيقة 2 بعض عوامل الحركة العلمية في الحضارة الإسلامية وأصنفها. إذن أهم عوامل الحركة العلمية في الحضارة الإسلامية منها الفتوحات الإسلامية التي ساهمت في اندماج الشعوب المغلوبة مع المجتمع الإسلامي، وكذلك اللغة العربية التي ساهمت في مزج مختلف الحضارات المتصلة بالعرب. إذن نص آخر: أتعرف بعض أصناف العلوم التي اهتمت بها الحضارة الإسلامية وأهم فروعها. نص تاريخي: إذا نظرنا إلى الحركات العلمية في صدر الإسلام إلى آخر الدولة الأموية وجدناها اتجهت 3 اتجاهات: حركة دينية، ونعني بها البحث في الشؤون الدينية من تفسير القرآن وحديث وتشريع وما إلى ذلك، وحركة في التاريخ والقصص والسير ونحوها، وحركة فلسفية من منطق وكيمياء وطب وما إليها. إلا أن هذه العلوم لم تصل إلى القواعد المنظمة والعلوم المتميزة والشرح المحكم إلا في العصر العباسي، لما أخذ خلفاء الدولة يناصرون الحركة العلمية مستعينين على ذلك بترجمة ما وصلت إليه الأمم من قبلهم. إذن هنا يتضح أن في العهد من بداية فجر الإسلام إلى الدولة الأموية أن الفروع ديال الكتب أو الفروع ديال أنواع العلوم كانت جد محدودة وغير متفرعة، كانت تقريبا تتفرع فقط إلى 3 اتجاهات،
كما قلنا هناك الحركة الدينية والحركة في التاريخ والقصص وحركة فلسفية. إذن هنا رابعا خطط لأهم أنواع العلوم في العصر العباسي. هنا من عندما جاء العصر العباسي رأينا أن العلوم تفرعت إلى عدة فروع وأصبحت في العلم الواحد نجد أنه يتفرع إلى عدة علوم. مثلا في العلوم الدينية هناك علم التفسير وعلوم الفقه وعلوم الحديث، وهناك الكثير من العلوم في العلوم الدينية الآن التي تفرعت. مثلا في علم التفسير نجد أن علم التفسير أو علوم القرآن تفرعت إلى كثير من العلوم، منها علم التفسير ومنها علم القراءات، منها علم التجويد، منها علم الناسخ والمنسوخ، منها عدة علوم. مثلا في علوم الفقه مثلا نجد أصول الفقه، نجد مثلا هناك الفقه المقارن وفقه المذاهب الأربعة والفقه المالكي، الفقه الحنبلي، الفقه الشافعي، يعني عدة علوم. مثلا علم الحديث نجد هناك علم الحديث وعلم مصطلح الحديث الذي يدرس روايات الحديث، وعلم علم مثلا شروح كتب الحديث وكتب السنة، وهناك العديد من العلوم. في علوم اللغة العربية هناك النحو والشعر والنثر، وأيضا كثير من العلوم في اللغة العربية، منها علم البلاغة، منها عدة علوم. العلوم الاجتماعية كالتاريخ والجغرافيا، علم العمران وعلم الفلسفة، علم الأنساب، كثير من العلوم تفرعت. والعلوم الرياضية والطبيعية هناك الرياضيات والكيمياء والفيزياء والفلك والطب والصيدلة. وأنتم أدرى أن العلوم الرياضية والطبيعية أيضا لها عدة فروع. إذن أقرأ النص ومعطياته ومعطيات الخطاطة، ثم أستخرج من النص أصناف العلوم التي اهتم بها المسلمون منذ فجر الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية وأفسر ذلك. إذن أصناف العلوم التي اهتم بها المسلمون منذ فجر الإسلام حتى نهاية الدولة الأموية هي علوم دينية كالتفسير والحديث والتشريع، وعلوم في التاريخ والقصص، وعلوم الفلسفة كالمنطق والكيمياء والطب. وهذه العلوم لم تصل إلى القواعد المنظمة والعلوم المتميزة والشرح المحكم حتى بداية الحكم العباسي عندما بدأت ترجمة علوم الأمم السابقة. إذن أصف من خلال الخطاطة والنص كيف أصبحت العلوم في العصر العباسي وأفسر ما توصلت إليه. إذن أصبحت العلوم في العصر العباسي متفرعة وكثيرة ومتنوعة، وهذا يرجع بالأساس إلى ازدهار الترجمة في العصر العباسي. هذا أهم سبب الذي جعل هذه العلوم تزدهر. هكذا انتهى هذا النشاط الذي هو النشاط الثاني. نلتقي في النشاط الثالث إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.